كنت باغي نسلك روحي، جيت فسدت لي كلش. كي العادة إلا راني هنا بسبتك أنت. كم نهار الأول عطيتني الدرهم وكان مانيش في هاد الحالة. علاش جبت معاك هذاك الراجل اللي عندنا باش يقتلوها؟ ما ماتش؟ يا قلتو مات؟ لا مات، ربي يرحم، حبس قلبه. سما جيت هنايا باش تلومني؟ يا جيت باش تحاسبني هكذا؟ بابا لازم تعاوني، لازم تعاوني على خاطر راح نقولهم بلي راني رجعت نشوف هكا باش يديروا لي واش راني حاب. قبلت ولا مالك يا ناس؟ قبلت يا ناس؟ عمرك تعيط يا ناس؟ سوري شحال قلت لك يا ناس؟ ايه 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 واش تحتاج؟ راني رجعت نشوف، بصح ما نقدرش نخدم هنا، لازم لي ميكرو، لازم لي بيرو تاعي، ولازم لي لازم لي بزاف كتابات باش نرجع ندفع حتى الخطبة. كتابات؟ اسمع، ماناش في الجامعة، تخدم واش طلبنا منك؟ سكت. ما نقدرش نخدم هنا، لازم ندير نروح للدار. انا الخدمه تاعي كامل تطلب تخمام كبير، لازم نرقد، لازم ناكل مليح، وزيد البرنامج اللي عندي قديم، لازم لي واحد جديد باش نقدر نبيع راطي واش راكم حابين. اهي طلعب ويشرط، لا مخطوف ويشرط، ونديكم الفيلا خير ولا ردكم الفيرما؟ راني بديت نشك، شك في باباك يكذب وانت تبي راضي تبلي ماكش نورمال. في زوج اليوم نقتلكم في زوج، فاهم؟ في زوج نقتلكم في زوج. حسن ماشي وقتها. اسمع تخدم. حسن قلت لك سيبها، ماشي وقتها روح معايا، نروح نهضروا. قبلت باش تعاونهم، يقتلنا في زوج. اسمع هبلت ولا مالك؟ اسكت بابا، درك انا منعك، واحد ما راه يديك وواحد ما راه يقتلك. درك انت درك نشوف لك كيفاش تخرج من هنا، وانا راح نقعد معاهم هنايا نموت ما نمدلهمش واش راهم حابين. نحبك بابا، حبك. ماما هذا واش صرخ؟ كان على بالي بلي امنيه جامي دير حاجه مشي مليحه. ماما تي ربيتينا مليح، بصح لازم نديها للجينيكولوج. لا حكايه هاد لا فيديو شي ثاني. ماما دوك انا دبر راسي معاه، ان شاء الله برك تخرج امنيه وترجع على خير، وهذيك كنزه خلاص ما تجيش تدور بيها. Ay,
عييت طاي عييت. اهضري انا نسمع. علاء ما قالكش ولدك العزيز راجل تاع الدار؟ سوسن اللي فيا يكفيني. الا عندك هضره هضريها طرحي لبيتك. جيت باش نقول لك برك باللي نستنى ياسين والمحوايج نروح من هالدار. ماني شاده حتى واحد. هذه بينك وبينه. اللي حب يروح يروح. على بالي بلي عمرك ما حبيتيني. ملي جيت لهالدار وانا يد بيد مع الخدامه عمري ولا قلت لك كلمه تعوذ بالله. حملت كلش وكي على بالك قلت كيفاش يعيط عليا يضربني. عمري ولا شكيت. هذا كله على خاطر نحب هذا مكان. تحبي قولي تحبي العز اللي راكي فيه. شكون ما يحبش العز؟ حتى انت يا راجلك تزوج عليك وسكتي وحملتي. عمي كريم ربي يرحمه حملتي راجل عز اللي تهضري عليه. حبيت نقول لك بارك باللي انا قبلت كلش على جل ياسين على خاطر درت فيه ثقه. عمري ولا خممت اني نروح للطبيب نكون غير رحت لو كان انا عرفت بلي المشكل من عنده مش من عندي. هو اللي ما يجيبش دراري. بصح بعد هادشي كل طاح من عيني مقدرش نكمل معاه. حبيت نقول لك بلي الدنيا هادي مش غير عز. الدنيا هادي عشرة عشرة طيبة ونس كلمة ملاحة. هاكم انتوما تلبسوا غير المخير تاكلوا غير المخير صح تكرهوا بعضاكم. انا لو كان جا عندي ولدي ما بانش. لو كان راني من بلاصه لبلاصه فركت عليه ونراه شي قاعده حاطه يدي على خدي. عندها الحق واش قالت؟ عندها الحق صايع ياسين وراك ما بيا والو. اروح ترك لازم نشوفك ترك صح صح وليدي. لا بيتي ما تبكيش ماما حنوني ماما يا ماما. لا بيتي يا ماما يا ماما يا ماما. وي ادخل بالخير. صباح النور ويلا حياة. على بالي بلي عندك حاجة كي مخبيتها وما كيش حابة تقوليها كي خايفة.
لا ماني مخبيه والو، كيما قلت لياسين كيما راني حنقول لك انا ما راني حابه والو لا ورث لحتى حاجه واحده اخرى، راني حابه غير وليدي ونخرج منا هذا مكان. صح اليوم المحامي جاي يقرا الوصيه على بالي. نزيد نقول لك اليوم تجي مرت بابا الثالثه، ربي يستر واش راح يصرا. صحيح في الحقيقه ناس ملاحه تعرفيها؟ ايه بابا تاني ليها قبل ما يجيبني لهنا اسمها سلمى. اسمها؟ سلمى. عليه حياة. هذه سلمى جاية سمرة؟ ايه. علاه شكون هذه سلمى تعرفيها؟ ما عرفتش ما فهمتش. ان شاء الله برك ما تكونش هي. تعرفي وين تسكن؟ ايه مولا ثاني يعرف وين تسكن هو يوري لك. مولا ثاني يعرف؟ ايه. برك ما تكونش هي. أنا مراد وين راك؟ هاني محتاجتك لازم نتلاقاو. إيه خلاص دوك نمشي. داكو تعرف روحك. صح إلهام مراد يحبك بزاف والله تهلاي فيه. صح ماما، ماما حلوة، ماما حبيناتي يا ماما الحنانة. راهو خو كاسي دخلك شي ما الا ما عيطت لابوليس وما يحوسوا عليه. باباك خلا وصيه كان عارف بلي رايح يموت. خلا ولا ما خلاش انا على بالي واش حندير. انا قتلنا ياسين يما واش هاد الهضره؟ انا قتلنا هي. قلت لك ما قتلنا حتى واحد. حنا هاد الهضره نحيها من مخك خلاص. الساشي اللي في السبيطار تاع الدواء جبتوه؟ يا لكن حتى ساشي داو كل شيء ولو كان كش ما صابو راهم داروا لوطوبسي وراهم يحوسوا. خلاص الكلام هذا ما نزيدش نسمعك تقوليه. تفهمنا؟ مش مرتاحة. مش مرتاحة. بصح منين تجيك الراحة؟ ها؟ راجلك ميت وليدك مبحر وهاد لافوكا جاي يقرا في الوصيه. بصح انتي غير ارتاحي وخليني ندبر راسي. تفهمنا؟ وي مساء الخير. مساء الخير. وين رايحة؟ أنا لازم نروح، ما نقدرش نقعد هنا. أنا حكيت مع مراد باش يجي يديني عند حنان ونريح عندها. تحضرش الوصية؟ إلهام ما عندي حتى علاقة بها. كيف ما عندك حتى علاقة بها؟ هي الوصية تاع باباك الله يرحمه. حياة هيا هيا حياة هيا تروحي معايا. حياة
خلاص أستاذ ما تقدرش تحل الوصية، خويا راه مبحر واختي راهي مريضة في لوبيتال. خوتك في زوج كاينين ولا لا؟ لا ما يهمش. مزية كاين واحد يخمم كيما انايا، زهير يجي ولا ما يجيش كيف كيف ياك. ودك تشوفي دابا الله يرحمه مدير الصح، انا اللي نحكم في كل شيء هنايا، الشركه وهنا كاع الورث. سلمى سلمى اختي سلمى، كيف سمعتي سلمى؟ كيف سمعتي؟ شكون قال لك بلي كريم مات؟ على ما بنتيش هاد العوام كاع. قولي وين كنتي؟ شكون قال لك ما تجيش؟ ما تجينيش في وقت الشده. قلت لك خرجي. ما عندي وين نروح. اقعدي. شكاين شكاين شكاين؟ هي تقول لك واش كاين؟ شكاين سلمى واش كاين؟ عبد الله واش كاين اختي؟ عبد الله كريم راح يا اختي، كريم راح وغلاني. نعرفك بلي جامي تسمحي فيا اختي. حبلا واش كاين؟ انا نكون مرت كريم. شكون كريم؟ كريم راجلي، كريم راجلي. حلفي ما عجبك سباكيتي تاكلي؟ قولي علاش ما كيش تاكلي؟ ما عجبكش ولا سلمى قولي. اسمعي شوفي، قلت حالي حابه نبدل شي حوايج جاي نخرجوا كيف كيف. سمع على بالك بلي الهام عندها امتحانات ما نجمش نخرج عليها مثلا. برك انا تفنين. والله ما انا تفنين. اسمعي جبدي واحد الساعات واش غير تكمل امتحانات. جو تو برومي لن نقعد هكا لاسقط حتى تذكري مني. اسمعي شوفي، عجبني واحد الساك مهبل، حبيت نبدا على بالي الرز حبيت اللي عندها لكم. هيا زعما كنتي ما تعرفيش تخيري بلا بيا. ربي جابك. هيا قعد تفطر معنا. هاو امبوسيبل. على بالك بلي جيت على خاطر عنده شي امبورتون سيت هذا. بصح ما كنتش مطلية في صاحبتك. صبحني نقول هذاك ما بغاش تاكل. اقعد قول انت. معليش نو امبوسيبل. ربي جابك. حمدك وصل حمدك. وين وصلنا يا خدمة؟ سونترو فيل طريقك. في طريقي هادي. روحي روحي. اي صحيح. نوضي قفي نوضي. بغيتي تاكلي؟ نوضي بدي روحي. هيا. جامعك. كيشوف شوف. شفيكي عليك. يا شوفي لي يا صديق كريم، اي هضره هضرها بلا مانيش حابه نزيد نسمعها. فوجا ديال الله غالب بزاف، تركي حاسه بيا. راكي ساكته برك انت، ماذا بيك تكوني معايا كل يوم وتخرجي معايا كل يوم وتحيي معايا كل يوم؟ فايتك. شفت الفرحه في عينيك كي قالت لك بلي عبلا ما نعرفش نخرج معاك، انت عجباتك. قولي صح كريم، على وجه ربي اسكت اسكت. ما نسكتش، انا اللي بغيك تبغيني وهذا هو الصح. ماكش باغي تهضري مين على خاطر صاحبتك. نزيد كلمه غير مولي نرفد حوايجي ونروح لدارنا. هذا ما ناخذو نجري فيلا وتتحبس بك والهضره صغير ما تجيش تقول والو. عبلة عبلة خليني فهمك. عبلة عبلة ما تفهميني، حتىك ما تفهميني. نهار شفتك حسيت بيك خداعة، بصحت الساعة
تسبقي راجل حبيبتك هادي بزاف ما ترقدوش فهمتي ربي عالم كنت متعدى بالليل مع النهار مش ما تعرفيش كان حيقول لكم انا اللي ما خليتوش هيا خلاص خلاص خليونا من هاد الهضره اللي ما عندها حتى فايده استاذ راه هنا خليوه يخدم خدمته استاذ تقدر تولي غدوه ماما ماهيش مليحه خليه يهضر راني مليحه اهضر ما رانيش راح ندي من وقتكم بزاف على بالي بلي راكم كامل هنا ما نطولش عليكم راني كتبت كامل الثروه نتاعي بيع وشراء الحياه بنتي شنو على بالي بلي انت الاول رايح تريكلامي ياسين اسمعني مليح بعد ما درت تحليل اثبات النسب تاع حياه طلبت من وكيل الجمهوريه تحليل واحد اخر ليكم تاني انا عمري ما حسيت بلي انت ولدي وانت ثاني عمرك ما حسيت بلي انا باباك ما بديت بيك انت الاول والاجراءات طولت وانا بين الحياه والموت ما انا قررت تكتب كلش باسم بنتي حياه شنو هذا هذا كذب هذا تزوير هذا اسمها ولادي مش ولاده يا استاذ احضروا شي هذه اللعبه هذه ما فهمتش الامر شويه صعيب راه كلش مكتوب على اسم حياه وإلا ما رفعتوش دعوة ما راح يتبدل والو ولكن إلا راك حاب ترفع دعوة إثبات نسب هنا راح يقدر يتغير الأمر يا أستاذ هضر كيما رانا نهضروا حنايا ما فهمش المصطلحات هذو لازم نخرجوا الجثة تاع كريم ونعاودوا نعملوا تحاليل صافي واش معناتها وليدي نسيم باش يولد كريم هادي ما كاش منها واش جيتي للورط زعماك جيتي للورط مات كريم مات وراح ودا المال تاعو معاه هاك ديروا هاد اللعبه كاع غير باش وليدي ما يديش حقه واش ولا غير تخلصوها غاليه سمعي الا كي بايط عيطي ولا خرجي عيطي من دبي وطردكي برا والله ما راني طردتكم بصح علاش انا علاش انا ما راني حابه والو حياتك ارتاحي وتهدلي كاين واحد الاوراق لازم تمضي عليهم غدوه صباح نعيط لك ولازم تجوزي الشركه باسكو راهي في ركود تفضلي باغي نفهم حاجه كريم علاش راه باغينا نديرو هاد لي زاناليز علاش مدام راني فهمتكم الا حابين تطعنوا في الوصيه من حقكم ولكن هو راه دار طلب للوكيل الجمهوريه باش يثبت بلي هادو ما ماشي ولادو الطلب طول وباع كلشي مدام حياه شكون انت شكون اه علاش يكتب لك كلش عطيني شوف عطيني شوف ايه هاو نقمتها ماشي كيما نقمتنا الوالد ربي يرحمه كلفني باش نخدم لها الكوارض ومن اليوم راح يولي الاسم تاعها واللقب تاعها حياه سعيدي لا نحب اسمي يبقى كيما اسم بابا كيما رباني وكبرني لا ما تبدليش اسمي باباك اللي رماك في الزنقه ياك ها ورحتي تخدمي عند الهام ياك ها ومن بعد فهم بلي باباك الحقاني اللي هو بابا هذا فين هذا راح تهبلوني علاش تعيط عليه اليوم انت واش راك هنايا ها شكون اللي خلاه يدخل هذا اسمو راه ماركي في الوصية كي عاد ماركي في الوصية ها؟ اسمو صاحبك هذا ماشي بابا ولا وشنو؟ حياة غدوة صباح يجي شوفير يديك وتجوزي للشركة وانت ثاني لازم تجي معاها اسمعي نهضر معاك اي ما نسحقش تحط رجليك ما نسحقش تحط رجليك في الشركة كل يوم نسحقت عليها اي خوز علي انت ثاني منها واش دخلك هنايا؟ شوف باش نفهمك من الاخر عاد تشوف الفيرما هذه والولد هذا قاعد نضربوا عليه كاع حياة فهم ولازم يخرجوا الثلاث ياسين خرج عليا خرج عليا خرج من داري خرج من الفيرما تاعي تعتبروني ولا كريم واش درت فيا يا كريم يا كريم واش درت فيا حيمر مني وميت مر مني هذه الفيرما تاعي هذه ها واحد ما يقدر يخرجني منها لا انتوما كان نخبرهم ونقول لهم انا كريم يقتلوني لازم نخرج من هنا لازم
وزيد فاروق مات. ياسين هذا وين سويت له؟ دارك يدير راية في الشركة ويحرم خوه وخواته تامنا يديرها. نعرفها. ما تخممش بزاف، كل شيء راهو مليح. درك حياة تدبر راسها. شكون هذه حياة؟ حياة هي بنت السيد اللي شبارك. هي ما تهبنيش بالهضرة هذه اللي ما نفهمهاش. درك نقول لهم باللي انت هو فاروق. هكا درك يطرقوك وانا نبقى معاه. كيفاش تقعد معاه؟ ماشي مراكش تشوف؟ جاتني فكرة، نقول لعيلة تاعك باللي راك مخطوف ونطلب فدية، يعطيني درهم نسلك إسلام، على خطر راني نشوف باللي ليا مات هادي راح نموتو كامل. راهي يقولكم باللي يبدلكم الدراهم بصح بشرط تطلقوني انا نروح نخرج من هنا. صح واش راه يقول؟ ايه هو طلقوه وانا نبقى معاكم. فوق راسي زوج قرون ولا نبيل نطلقوه باش يروح يخبر الشرطة. كيفاش نبلغ الشرطة؟ علاش نبلغ الشرطة؟ واش نقول لهم؟ اسمح اسمح اسمح، ندي من عنده واش نحب والوقت اللي نحب. اسمع الوقت اللي نحب. شوف اللي حمدت على كريس، لازم لها الطبيب، لازم لها الدواء. روح شوف لها الطبيب، روح شوف لها الطبيب. سهيل 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 تنسيش غلقي دايما باب البيرو من وراك بالمفتاح.
صحيح الحمد لله كرني عايش وشتك سمعني من الله قربي لي هذا وليدي
درقارك علاش بديت لي حياتك؟ اي صابة ولك في زوج باغيين يقولوا تقول لي مسافر لي الحق لي الورا في الفدا يا سك يا دراوي وين راك مخبيك يا حكاك؟ على بالي بلي انت ماشي بابا مش الله هذا غادي تفكر فيها بابا خطفوا أروح معايا بابا سرقوه على جال هذا هو يسألوه بزاف دراهم هو على بالو بلي انا نقدر نهز دراهم من الكونت ونحطهم في كونت واحد اخر عمي اسمي فاروق وليد وليد عمي فاروق على بالي بلي انت جيت لهنا غير على جال حياتي راح تعيش الطب راه هو الطب درك انا نعرف سرك انت تعرف سري يا قلت لك اي اب يتمنى يكون عنده ولد كيما انت راح تعيش وتفرح توحيد عمي فاروق زهير يحبك كون يخذك مني منقولش لا ولا راح يخدم ويرجع تعطيلو العشية تفهمنا؟
راني خايفه وهي مخرجه خايفه خايفه على روحي وعلى كيف يا حاضر يما ماشي كاع وقت الخوف هذا وش بيك ها خمي شويه في العزل اللي راه جاينا كلمي روحك ها اللي في الفلاش ديسك يبرد بلي انور مشي وليدو وخطا غدا يقتل بابا وما على بالوش بلي شفتها الدواء ديسها صغير في الكجرة نتاع الطابلة نتاع الميكرو عطي كاع هاد البراد في بيت صغير وغلطي عليهم ولا واحد راح يشك بلي صغير يعرف كل شي سامحيني درت كاع هاد الشي على شركك وعلى جار وليدك انور الورث امانة حافظ عليها حتى يرجع سكري ورديها لها على حسب شكل صغير راه مخطوف على كل حال وعدني مثلي الدار وحنت راه مليك حياتي تلقاي ثاني مفتاح الدار وين كنا نسكن نهار الجنازة تاع حورية راني جبتها على بالي تاع تجي يا بابا يا بابا يا بابا وعلى وش درت عليه واو يعني حاسه مسؤوليه كبيره على كتافي ما قدرتش وعلى يا بابا ني وعدي وعلى اني حبيت ندي وليدي والروح المهابل هذوك نخمم عليهم تحب نشري لهم دار نسترهم درك والو الزنقة تاكلهم مصيبة وطاحت عليه بصح فاهم كيفاش راح تخلي حياة تكتب لك حق انا على بالي تشدها من يدها لي توجعها حقي جايبو جايبو صح فهمني في حاجة برك باباك زور باش انت ما تورتش وعقلة وبنتها علاه كاين حاجة مازال مانيش فاهمة دي الورث كامل خاوتك تلوحهم في الزنقة لا مصوي وعلى مساكن صوير وعلى مسكين زهير اللي هما فيهم ناس ملاح اول حاجه لازم ندير نحوس على الزهير لازم